بالنسبه للسيد قائد الاركان، ايوه، حضوره في هذا المحفل الاحتفائي بعوده الفريق الوطني محملا بكاس العربيه، هذا لا دخل له فيه. هو مطالب، السيد قائد الاركان مطالب بان يعتني بسكناته وان يعتني بظروف الجيش الوطني الشعبي. وحنا نقولوا الجيش نتاعنا، لما نقولوا الجيش هو نتاعنا مش نتاعو هو. جيش الدولة الجزائرية، ماهوش جيش النظام وليس جيش السلطة. هو جيش الدولة الجزائرية وجيش الشعب الجزائري. وبالتالي أنا أرى أن الجيش نتاعنا في حالة قيام دولة الحق والعدل والمواطن ستكون ظروفه أحسن من هذه الظروف. وبالتالي انا اريد ان الفت نظرك سيدي. تفضل يا سيدي. الى الفيديو الذي، الى الصوره التي سلم فيها الكاس الى الى السيد قائد الاركان. ايوه. قبل هذه الصوره، قبل هذه الصوره كان هناك الشخصيه الثانيه في الدوله، يعني في دوله العصابه هذه. أيه. كان هناك صالح كوجيل المجاهد. أيه. تم سحبه. نعم، تم سحبه. تعليق لنا على جهاده، فهو فوق الراس والعين. أيه. ماذا فعلوا؟ أخرجوه من الصورة. سحبوه. نعم، أنتم شاهدتم، أخرجوه من الصورة حتى يتسنى لقائد الأركان أن تكون الصورة الذكرية له وحده. نعم. ماذا يعني هذا؟ لأن النظام هذا يستعمل الجهاد والتاريخ، لأن سنقريحة وتبون وهما الوجهان الظاهران للعصابة، هذين الوجهان ليس لهما ماضي ثوري. فجوجيل يجي باش يعطي الصوره هذيك نتاع الغطاء نتاع الجهاد نتاع كذا، وبعدين لما تجي في الرسميات يخرجوه. يعني حتى بيناتهم ما يحترموش بيناتهم، وانا اعتبر هذه اهانه للجهاد السيد صالح. حتى الدستور ينص على حضوره ولا لا؟ اعتبر التصرف هذا فهو الذي يحل محل الرئيس في حاله ما اذا توفى او اقيل. نعم، هو الشخصيه الثانيه في الدوله. بالضبط. يعني اعتبر انهم يستعملونه يعني كإزار، كغطاء. يعني أرواح باش نصوروا، ناخذوا صورة باش نتكلموا على الجهاد ونوفمبر كما بريمي نوفمبر الدستور و27 نوفمبر الانتخابات البلدية. ولما يصرح شو اسمه قائد الأركان لما يتحدث على الانتخابات البلدية، ما دخلوا في الانتخابات البلدية؟ تروح شوف الجنود نتاعنا راهم ياكلوا في الطون في السردين، يعني ياكلوا في العلب المصبرة. روح شوف أحوالهم، راك تدي في 10 ملايير دولار. يعني اذا كان قلنا باللي 5 ملايير دولار للتسليح، هل 5 ملايير دولار الباقي راهي نتاع الموظفين؟ انا اعتقد باللي الجندي الجزائري لو كان يعني كنا في دوله الحق والقانون، الشهريه نتاعه ما تقلش على 15 مليون. لكن هل ان الجندي الجزائري الان راهو يدي في 15 مليون؟